أشاد أعضاء مجلس الأمة بزيارة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤكدين أن تلك الزيارة سوف تسهم في حل العديد من القضايا العالقة وتحقيق الأمن والاستقرار لها. وثمنوا النواب في تصريحات صحفية تركيز سمو الأمير على الجوانب الاقتصادية خلال الزيارة، ما يؤكد اهتمام سموه بمستقبل وحاضر الكويت وتعزيز وضعها الاقتصادي.